السلام عليكم، اهلا بكم مع مهند بن حموده للسيارات شيفروليه في ابو ظبي والعين. اليوم زي ما انتم شايفين سياره اللون الاسود الامبراطوري او الملكي، طبعا بتعديل من بن حموده للسيارات. شعار الشيفروليه الاسود بدل من الذهبي زي ما احنا شايفين. رنجات ال 22 كانوا كروم زي ما احنا عارفين، هذا البريمير حاليا اللون اسود كامل مع الكاليبرز او البريكات الحمر. ما شاء الله الشكل ما فيش عليه كلام. شوف من الخلف، من الخلف كمان شعار التاهو اللون الاسود، لون طبعا مرعب زي ما احنا شايفين. ما شاء الله الشكل خطير. هي سيارة واحدة بس معمولة عندنا بالشكل ده، نقدر نعملها طبعا تاني بالطلب. ده هو بريمير 2021 لون أسود مع شعارات السود والرنجات السود، حتى الدواسة المتحركة بقت باللون الأسود الكامل بدلا من الخط الكروم. نشوف من الداخل كيف ما شاء الله. بانوراميك سانروف، بريميوم ليذر، الجلد الفاخر، اللون البيج، شاشة 10 انش مع بلتن نافيجيشن، شاحن لاسلكي للتليفون، وايرلس ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع التبريد والتسخين في الكراسي. من الخلف ما شاء الله المساحة زي ما احنا عارفين بقت أكبر كتير عن التاهو القديم وأكبر كتير عن المنافسين. أكبر شاشتين خلفيتين. نشوف المساحة للصف التاني ما احنا شايفين. ما شاء الله شكل الإضاءة الـ LED بالليل رائع. دبتنا الاوتوماتيك، 4 اكزوست شغالين كلهم. الدبة زي ما احنا شايفين بقت اكبر كتير عن الشكل الاولي. سيت اوتوماتيك يطلع وينزل اوتوماتيك. الصف الثاني كمان نقدر ننزله اوتوماتيك من ورا من عند الدبه او حتى من ناحيه السائق من قدام عند المرايه تبع التحكم ناحيه السقف. شوف السائق بيكون شايف ايه قدامه. دواستنا متحركه طبعا. تحكم كامل الاوف رود مود، فصل الماكينة عند الإشارات وفصل الخاصية نفسها، الإعدادات الديجيتال، فريدج، ممتاز، الجير 10 غيار إلكترونيك، هيدز أب ديسبلاي زي ما أنتم شايفين هو أكبر هيدز أب ديسبلاي موجود فعليا 15 إنش، محدش مصدق إن الهيدز أب ديسبلاي 15 إنش بسبب حجمها الكبير ما شاء الله. الشكل زي ما احنا شايفين مرة تانية. تخيلوا السيارة دي بالليل زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. هنشوفها في مرايته هيوسع لها على طول غصب عنه. الهيبة في الطريق. يلا اتصلوا على المهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في ابو ظبي والعين عشان تلحقوا سيارتكم ذات الهيبة الحاضرة على الطريق. أهلا بكم.